عيشتي رشيبة، كتعيشي تي وليداتك في هاد البلاصة هادي؟ كنعيش انا وليداتي هنا. شنو الصعوبات اللي كتلقاي اختي في هاد البلاصة هاد الأداء؟ الصعوبات راك عارف، العافية وبزاف ديال الحوايج والشتا والبرد علينا، وحنا كنعيش انا وليداتي هنايا وراجلي ومعذبين ومكرفسين. شحال عندك ديال الوليدات اختي؟ عندي اخويا 4 الوليدات. اربعه الوليدات والزوج ديالك؟ والزوج ديالي. الوليدات ديالك كيقراو اختي؟ كيقراو في المدرسة، مدخلينهم ليا. اختي وهاد العشه دابا انت اللي ساكنه فيها، واش راضيه اختي بهاد العشه؟ والله ما شنو غادي ندير، نمشي نعس اللهم ندير هنايا ودرنا هاد العشه هادي نسترو بها وصافي. ما كتخافيش اختي على وليداتك من الطوب؟ كنخافوا على وليداتنا، كنخافوا بزاف، كنخافوا من العافيه، كنخافوا من بزاف. راك عارف دغيا شحال مره تحرقت هنايا، وشحال مره كنخافوا على وليداتنا ونخافوا على بزاف الحوايج. شي رساله اختي تبغي توجهها للناس المحسنين اللي كيشاهدوا؟ المحسنين اللي بغيتهم يوقفوا معايا يعطوني شي سكينه كما كانت، كما المهم يحيدوني من هنايا وشي سكينه نبغي نسكن فيها انا ووليداتي. تقارشي يا اختي عيشي بهذا الشيء؟ تقارشي خويا، والشتا والبرد ومكرفسين وبزاف الحوايج. دابا الشتا كدوز عليكم، البرد كيدوز عليكم، كلشي كيدوز علينا، كتدخل علينا الشتا بزاف ديال المعاناه اختي رشيد، بزاف ديال المعاناه. نتمنى خويا شي محسن ولا محسنه ولا الناس الله يعني الله يرحم لهم الوالدين يدبر لنا على شي سكينه فيما كما كانت، نسكن بها انا ووليداتي، نتسترو ونحيدو من هنايا وصافي. الله يرحم لهم الوالدين والله يجعل ربي يحن عليهم. شنو الخدمه ديالك اختي راتيب؟ خويا الخدمه ديالي كنخرج كنمشي نقلب على راسي، نمشي ندبر على راسي، كنمشي نطلب كنطلبوا الله، كنجيب وليداتي ما ياكلوا. كاع كنسعوا الله عز وجل اختي رشيده. كتقدري اختي توفري لوليداتك الماكله، الشراب، القرايه؟ وداك الشيء اللي قسم الله راه تنجيبو، وداك الشيء اللي كاين راه كنطيبو لهم، اللي في جهدي رانا تنديرو، اللي ما عنديش ما. الزمان صعيب اختي، الزمان صعيب. ايوا هادشي هو اللي كاين. نتمنوا من الله المحسنين يوقفوا معانا، الله يرحم لهم الوالدين، والله يجعل ربي يحن عليهم. ودابا اختي دابا جاي رمضان وجاي ورا رمضان اللي كنخمو ليه حتى حنايا، الله يدخلوا علينا بالرزق وبالصحه والسلامه، هادشي هو اللي كاين. كون معانا والله يجعل ربي يحن عليهم، الله يسهل عليهم ويعطيونا شي سكينه كما كانت، المهم نتسترو بها انا ووليداتي وراجلنا. كيف ما قلتي لي يا اختي راتبه في الكواليس، انت ما بغيتيش الفلوس، انت بغيتي غير شي سكينه اختي راتبه. انا بغيت شي سكينه، والله يجعل ربي يحن عليهم. صافي صافي، انا بغيت شي سكينه نسكن بها انا ووليداتي وراجلي، والله يجعل ربي يحن عليهم والله يفرج عليهم. وكنتمناو اختي راتيبه ان شاء الله الناس المحسنين يساعدوك، كيف ما كتقولي بغيتي غير بيت قبر الحياه فين تعيشي انت والوليدات ديالك. كنتمناو ان الناس المحسنين يساعدوا الاخت راتيبه في هذه المحنه ديالها. وكنتمناو اختي راتيبه ان شاء الله الناس المحسنين يساعدوك، كيف ما كتقولي بغيتي غير بيت قبر الحياه فين تعيشي انت والوليدات ديالك. كنتمناو ان الناس المحسنين يساعدوا الاخت راتيبه في هذه المحنه ديالها اللي كتعيش في هذا الخلاء وسط منطقه الهراويين، وسط واحد جلسه كيف ما كيقولوا ليها الناس هنايا، جلسه كيتباع فيها الخرده بلاصه شخشي هذه. هاد البلاصه اش كيتباع فيها؟ اش كاين؟ كيبيعوا فيها الميكات، وكيبيعوا فيها داكشي ديال المتلاشيات، الميكات، الحديد. رسالتي اخيره، الله يجعل ربي يحن عليهم، الله يسهل عليهم، ولو بغيت لهم شي سكينه يعطيوها ليا، والله يجعل ربي يسترهم ويخلي لهم وليداتهم ويحن عليهم. هادي اللي نطلب انا في المحسنين.